اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جايبين لكم النهارده المنتج اللي مكسر الدنيا، اخيرا قدرنا نوصل له، اوتوماتيك كاب ووشر، المكنه اللي بتغسل الكوبايات. مكنه مفيده جدا، ضروريه جدا لكل بيت وكل مطعم والفنادق طبعا والكافيهات. المكنه دي بتغسل الكوبايه في ثواني. طبعا هنقدر نبعت لكم الفيديو بتاعها، بس هنبدا الاول نفتحها نتفرج عليها. ده البوكس بتاعها بيبقى بالمنظر ده كده، بيوضحك ان هي تركب في الاحواض او في الرخام على طول. بيبقى حوض صغير مدور، المكان ده بتتجمع فيه المايه وتبدا تنزل من هنا. الغطا دوت او النجمه دي بتبدا تحط انت عليها الكوبايه او الكاس اللي هي بتقدر تغسله لك بكل سهوله. طبعا هي بيشرح لك طريقه التركيب، تغسل لك الازايز، تغسل لك الكوبايات بضغطه بسيطه جدا. في كوبايات كده بتبقى مميزه جدا، بتبقى من فوق صغيره ومن تحت كبيره، فصعب جدا تدخل فيها ايدك وتغسلها بالليفه او الكلام ده كله، فدي بتوضح لك وبتسهل لك ازاي تغسلها بكل سهوله. دي طريقة التركيب متوضحة هنا. دي المكان ده بتاع الخلاط، المكان ده بتاع المكنة. وهنبدأ نفتح المكنة دي ونشوف ايه المحتويات اللي فيها وطريقة التركيب بتاعتها. بنفتحها بالطريقة دي كده. طبعا هو ده الحوض وهي دي المكنة، وبيجي معاه هنا وصلة. الوصلة دي تقريبا طولها حوالي 20 سنتي. الخامة بتاعتها خامة ممتازة جدا، معدن في كاوتش او معدن في مطاط. تمام. الربط بتاعها بيبقى ربط يدوي لان هي بلاستيك، فما ينفعش تقرط عليها جامد بالمعدن، ان انت هي بتمسكها كده بايدك وبتبدأ تربط ايه المكنة. تمام. والجزء اللي تحت دوت بيتربط فيه الصامو اللي هي تعتبر ايه المحبس. هنفتح كده، بسم الله. المكنة بتيجي بالمنظر ده، بتفك الصامولة دي كده أول حاجة. تمام. بتحط الزور ده كده في الحوض وتنزل الجوان ده كده من تحت. هنحاول نبعد زوم الكاميرا شوية. هنرجع مرة تانية نقول احنا بنحط الزور ده كده في الحوض. تمام. ودي كده بتبقى من فوق، وده الحوض اللي بيتجمع فيه المية تبدأ ايه تصفي من هنا. النجمة دي بتتحط بالمنظر ده كده عشان خاطر نضغط بيها الكوباية، تضغط في المنظر ده كده. وهنا من تحت بعد ما بنحطها بنبدأ نثبتها بالصامولة دي كده من تحت في الحوض. سوري. كده احنا ثبتنا الحوض في الرخامة دي، بتركب هنا بالمكان ده وبنبدأ نربط بإيدينا. هو حاطط لك دي عشان ما تربطهاش بمفتاح عشان خاطر ما تقربش زيادة عن اللزوم فتكسر الزور البلاستيك ده. لا، انت هنا بتربطها بإيدك وبتبدأ تستخدم دي كده بالطريقة دي. طبعا المكنة دي مفيدة جدا، تغسل لك الأكواب أو الأزايز أو الكاسات، وهتبقى سهلة جدا في المطاعم، وهتسهل عليك وهتوفر عليك كتير صابون وهتوفر عليك مية. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للقناة عشان تشوف كل جديد وغريب. شكرا.